مشاهدينا الكرام مساء الخير. بعد 30 سنة من العمل الفني المتواصل في مجالي الموسيقى والغناء، لابد للفنان من وقفة لاستذكار الماضي واسترجاع الذكرى. للفنان محمد عبد المحسن هذه الوقفة في برنامجنا اليوم، واللي ما تخلو من تقييم وإبداء الرأي، فأهلا وسهلا. أهلا وسهلا ست أمل. أبو عادل، حضورك بالمنهاج الإذاعي واضح جدا. نعم. بس بالمنهاج التلفزيوني أكو غياب، ليش؟ والله يا ست أمل حقيقة أنا هم ما أعرف ليش. لابد. لأنه أحيانا يعني بين فترة وفترة ما أعرف شلون تطلع أغنية من أغاني اللي يعني مصور مجموعة من الأغاني. نعم. بالألوان أيضا. نعم. وأغاني المعروفة يعني أغاني شعبية المعروفة عند الجمهور العزيز. نعم. فحينما تطلع هذه الأغنية حقيقة ثاني يوم أنا لما أطلع للشارع أو حتى بالمؤسسة أجي. نعم. كثير يساعدوني، يعني ناس يسألني الأغنية كانت جميلة كذا، شنو القضية، ليش ما ليش، يصورها القضية يعني. نعم. فليش أقول لهم والله أنا ما أدري ليش. هي فكرك أنت يمن؟ يعني ما أدري، أنا هم ما أدري. أنا واحد من الأخوة قال لي أنه على أساس الاعتراف. نعم. أنه شكل الفنان محمد عبد المحسن مو تلفزيوني، وأني هذه أعتقدها مرفوضة، إذا هي فعلا سبب شنو رأيك؟ والله الحقيقة الفنان ما يقاس بشكله. نعم. يعني إحنا نشوف بنفس تلفزيوننا يطلعون أشكال ما أعتقد أفضل من. نعم. شكلي أكيد واضح شكل مقبول. والحمد لله شكرا. فيعني هذا مو سبب، ما أعتقد هذا. نعم. سبب، لأنه يعني أنا الحقيقة من الناس اللي أثبتت حضور متميز بالإذاعة والتلفزيون. يعني سابقا التلفزيون تأسس بجهودنا إحنا مجموعة من الفنانين. نعم. هذه هسه راح نحاول من خلال هذه الساعة إن شاء الله. نعم. نتوفق بإبراز ما أنت قدمته من جهود بمجال الموسيقى. دخلت الإذاعة أنت ومجموعة من المطربين اللي يعتبرون من ما نقول مؤسسين، بس من الناس اللي ساعدوا في تكوين هوية الأغنية العراقية الحديثة، وهم. نعم. الفنان المرحوم ناظم الغزالي. نعم. الأستاذ رضا علي. نعم. مشهورين وأكو أسماء أخرى أكيد. نعم. بس ما تحضرني. نعم. كلها هم اللي قلت لك كونوا نموذج وأسلوب الأغنية البغدادية والعراقية الحديثة. نعم. شلون كانت الأجواء، أجواء الأغنية العراقية قبل ما تجون أنتوا بعد ما جيتوا؟ الحقيقة الأغنية العراقية من الإذاعة كانت تظهر بشكل يعتمد. نعم. ويعتمد على الألوان القديمة جدا المرتبطة بالمقامات العراقية. نعم. وبالغناء الريفي. نعم. أما غناء عراقي حديث اللي سميناه احنا لما جينا. نعم. ما كانت الأغنية لها شكل مميز. نعم. او وجود يعني محسوس. نعم. فاحنا جينا الحقيقة كان الجو الموسيقي عموما بالوطن العربي متأثر بالأجواء الموسيقية المصرية. نعم. والسبب في ذلك هو كان ينقل ان هذا اللون من الموسيقى عن طريق السينما. نعم. وعن طريق الاسطوانات وكل الإذاعة. طبعا الإذاعة باستمرار أيضا، الإذاعة المصرية من أقدم الإذاعات بالوطن العربي. نعم. فكنا أيضا مركزين ونسمع ونتابع، فتأثرنا بهذا الجو الموسيقي. وبداية عملنا في الإذاعة كنا نقدم أعمالنا الخاصة بنا قريبة إلى هذا النموذج من الموسيقى، وإن كانت النصوص هي عراقية. نعم. بس احنا تراكيمنا اللحنيه الغنائيه كانت متاثره تاثير كبير بهذا الجو الموسيقي. عفوا. فبعد فتره من الزمن شفنا انه لابد من ايجاد هويه للاغنيه العراقيه عن طريقنا احنا. احنا بالحقيقه يعني لما جينا الاذاعه سلحنا بالعلم الموسيقي قبل ما جينا الاذاعه. دخلنا معهد الفنون الجميلة
ودرسنا دراسات خاصة أيضا الموسيقى، فكانت عندنا خلفية وكان عندنا اطلاع أيضا كافي على تراثنا الموسيقي الموجود. خلي نوقف هنا قبل دخول حضراتكم إلى الإذاعة. منو بالضبط من المطربين المصريين اللي كانوا طابعين الأغنية العراقية، مثل ما تفضلت أنه مؤثرين بالتركيبة اللحنية للأغنية العراقية؟ منو بالضبط كان؟ حقيقة الأستاذ الموسيقار محمد عبد الوهاب كان يعني طاغي أسلوبه وألحانه بكل الوسط الموسيقي العربي، مو فقط بالعراق. وكان كل فنان يعمل بالموسيقى والألحان والغناء كان لابد بالطبيعة يتأثر بهذا الشخص العبقري. فهو كانت أعمال الحقيقة هي السائدة وهي المؤثرة في كل الفنانين العرب، هو هذا كان أبرز الموجودين. إضافة إلى إضافة إلى أنه كان قبل أيضا من الناس اللي تأثر نفس عبد الوهاب بيهم، مثلا سيد درويش وغيرهم من الفنانين الكبار المصريين. حضرتك من الفنانين اللي بداياتهم حبيت الأستاذ محمد عبد الوهاب، حبيت النموذج الأغنية اللي هو يقدمها. وأحد زملائك القدامى قال أنه كنت وأنت صغير تحفظ لمحمد عبد الوهاب. تحفظ شيء هسه من أغنية؟ والله إحنا الحقيقة أنا بالذات يعني كنت أغاني عبد الوهاب القديمة وأغاني أم كلثوم كنت أركز على حفظها، كنت أحفظها بدقة وأغنيها بين زملائي وأصدقائي. بالك شيء هسه من أغنية؟ والله ببالي مطلع لأغنية لأم كلثوم من الأغاني القديمة. إذا محمد عبد الوهاب ما بيها مجال. وهي المشكلة شنو؟ الفترة طويلة اللي أنا عملت بها كملحن وكمطرب الحقيقة انصرفت عن هذه الأغاني وتقريبا نست يعني. خلي نسمع اللي أنت حافظه من أغنية أم كلثوم. اختبرت بيها من دخلت المؤسسة مو هي؟ الحقيقة هي هذه الأغنية، وكنت طبعا حافظها كاملة الأغنية. في وقتها هي هذه اللي اختبرت بيها وسمعتها للجنة اللي اختبرتني. إمكانية الأداء طبعا أنا ما عندي شك أنه إمكانية كانت رائعة هسه، بس أنا ما سمعتك وانت بتختبر. تتصور أنه اختلفت إمكانيتك بالأداء عن
لا ما اختلفت. يعني هسه احسن من قبل؟ الحقيقه هسه احسن من ناحيه الخبره يعني. نعم. زادني الزمن والممارسة خبرة أكثر من سابق، أتعامل مع المسألة بعلمية وباطلاع على التفاصيل اللحن والغناء. أول عمل سويته يعني أول إنجاز طلع منك؟ أول إنجاز كانت أغنية بعنوان يا قلبي ليش تعاتبني. نعم. هذه كانت من ألحاني وغنائي، وقدمتها في أول حفلة من محطة الإذاعة، وكان البث مباشر يعني على الهواء. نعم. تركيبتها وديباجتها هي مثل ما يعني على الطريقة مثل ما قلنا متأثرة بالمصرية. متأثرة باللغة يعني المصرية. بعد لسه ما بديت به صنع هوية. طبعاً هذه أول أغنية كانت، إحنا يعني غيرنا وأخذنا من تراثنا بعد مضي فترة من زمن وعدة سنوات. نعم. فكرنا أنه نوجد الهوية واللون للغناء العراقي. نعم. شو وقت أو يا أغنية تقدر تسميها هي بداية السلم؟ الحقيقة احنا نزلنا بأغاني متقاربة، مثلا أني أغنية سلم كانت عندي هي البداية. سلم. نعم. هي مثل ما يقولون نقطة التحول. نعم. إلى يعني اللون الجديد. نعم. نعم. ممكن نسمع سلم من حضرتك؟ سلم سلم بعيونك الحلوة، سلم سلم بعيونك الحلوة، تدري سلام العين قلبي اللي يحب سلوى، تدري سلام العين قلبي اللي يحب سلوى. سلم 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 على الحيران يا جن بعيونك، يا وردة البستان والكل يحبونك، سلم على الحيران يا جن بعيونك، يا وردة البستان والكل يحبونك، أهواك يا عيوني يا البيت لاموني، أهواك يا عيوني يا البيت لاموني، أهواك غيرك بلا أنا أهوى غيرك بلا أهوى. حقيقة ما أدري إذا يمكن يكون رأي أناني شوية، كلش تعجبني. نعم. وأتصور حققت نجاح، والدليل أنه تلاقفتها أصوات كثيرة من المطربين. نعم. الحقيقة هي هذه الأغنية تركيبتها وأسلوبها حلو وانحب من قبل الشعب العراقي. يمكن لأنها عراقية فعلا يعني كل شيء بها عراقي. وطلبت مني أن أغنيها. نعم. حقيقة يعني هي مو قضية مو مقبولة أنه الأغنية تتكرر بأصوات، بس أنا كنت معتز بهاي الأغنية، أنا أريد أبقيها إلي بس الزميلة أمل يعني ما قدرت أردها يعني، ما أرد طلبها، فلبيت طلبها وحفظتها الأغنية بشكل جيد بالشكل اللي أنا أريده. نعم.
الديدي أيوة حتى كانت. حتى تطلع بالضبط مثل ما. وفعلا غنتها أمل الحقيقة اجت بالصدفة يعني بالصدفة أن هذه الأغنية كل تراكيبها ملائمة مطابقة لصوت أمل خضير، فأظهرت كل التفاصيل الجميلة والنبرات الحلوة بصوت أمل وتقبلوها الناس منها بشكل فظيع. نعم بشكل فظيع، كانوا دائما يطلبون أمل من أجل أن تغني لهم هذه الأغنية. نعم لظروف عملكم بالتلفزيون بعد ما اجى التلفزيون. نعم ممكن نسمع عنها. الحقيقة التلفزيون اجى في معرض كان عملوه بمكان بناية السينما والمسرح. نعم كان سنة 56 يمكن. اي نعم حسب بالضبط سنة 56 كانت هذه نخيل وكذا يعني فراغ الارض، فهنا المعرض صار واجت بناية التلفزيون كاملة. نعم. في كل محتياتها نضعت هناك، وكانت البناية عبارة مبنية من التشينكو. نعم بناء جاهز. بناء جاهز نعم. نعم. وبعد أن انتهى المعرض الدولة أو العراق أخذ هذا التلفزيون يعني اشتراه من الشركة. نعم. ونقل من مكان المعرض إلى داخل المؤسسة. نعم. و نوضع هذا البناء الجاهز داخل المؤسسة بالمكان اللي بقى به فترة طويلة من الزمن. فالحقيقة هاي البناية مو هالقد صالحة للعمل الغنائي والموسيقي وحتى التمثيلي. لأنه تشينكو هو لما تتكلم فدرانين فتصوت صدى كلش كبير. فإحنا مثل ما قلت الفنانين باستمرار كنا نتواجد بالإذاعة. فاجى التلفزيون هذا بعد شي خلص القضيه لان النهار هناك. فكان استاذنا الكبير منير بشير وكان مسؤول قسم الموسيقى في الاذاعه والتلفزيون حينما اجى التلفزيون، فطلب من عندنا ان احنا نخلص اشغالنا الظهر. احنا كلنا موظفين بالدوله، انا كنت في وزاره الصحه، فنخلص دوامنا بالدوائرنا ونجي قبل للمؤسسه وندخل بناية التلفزيون هذا تشينكو، نلقي محضرين اسطولة بها الشريص وكرتونات مثل كرتونات البيض هذه ماكو، فكنا فرشنا بدينا عمال فرشنا بدينا ندهن بالشريص ونلزق على الحائط لحتى نمنع الصدى من اثناء العمل. وفعلا كملنا هذا العمل وبدينا نمارس بالبداية حفلات غنائية من التلفزيون. نعم. كان أول مخرج للحفلات الغنائية في التلفزيون الأستاذ منير بشير. نعم. بقينا فترة من الزمن، بعدين الأستاذ منير بشير فكر أنه إحنا مو فقط نقدم حفلات غنائية وإنما نقدم برامج تمثيلية غنائية. نعم. لأن ذاك الوقت ما كانت نفس الشيء بالإذاعة يعني مثل ما كان بالإذاعة. بالضبط. بدينا كان هي أن الأستاذ منير بشير البرامج التمثيلية الغنائية يكلف كتاب. نعم. ويكتبوا لنا مواضيع جميلة لطيفة نشترك بها تقريبا كليتنا مطربين ومطربات نمثل ونغني. نعم. الساعة ساعة ونص البرنامج نحفظه على الهواء. نعم. الأغلاط جدا كانت نادرة. روعة. إيه فكان جهد كبير يعني. يعني هسه تشوف تمثيلية أحيانا نشوف زملائي يسوون بالاستوديوهات. نعم. المشهد أبو خمس دقائق يطولون به يومين ثلاثة. بس أكيد الفارق بالنوعية. الحقيقة النوعية يعني الموضوع حلو. نعم. يعني نختاره وكل مطربين يغنون مطربين جيدين ومندفعين والموضوع كان شيق وحلو، وكان يخرجه أيضا فنان كبير أستاذ منير بشير. نعم. يشرف على التدريبات وعلى الإخراج أيضا هو يقعد بالكنترول. نعم. وتشوف يطلع شيء جميل جدا بدون أي مقابل. ذكرت حضرتك ما كنتوا تاخذون دينارين مدري شنو. ذكرت لي انه بوزارة الصحة واني عرفت انه انت دخلت للمؤسسة وبعدك صغير يعني قبل ما تتوظف باي دائرة حكومية. اي نعم. زين شنو اللي خلاك تروح للصحة؟ الحقيقة لا انا قبل الاذاعة بفترة قصيرة قليلة يعني انا توظفت بوزارة الصحة. ها قبل ما تجي. اي قبل. نعم. ما اجي بالاشعة. نعم. كنت بالاشعة وبقيت فترة طويلة بالاشعة. وبعدين نصحوني الأطباء بأنه أغير عملي
لانه انا اشتغلت مده طويله ما بيه الكفايه لتقبل الاشعه. نعم. الاشعه تدخل بالجسم تاثر صح يعني. والتعرض ايضا للملامسه مع المرضى باستمرار يعني كان فد عمل جدا شاق بالاضافه لعملي الفني هنا. اخلص من هناك اجي هنا. نعم. يعني اروح تالي للاهلي. لك شغله حلوه قبل شويه بالوحده من الزميلات بالمكياج قالت قالت منو عندك لقاء اليوم؟ قلت لها الاستاذ محمد عبد المحسن. قالت ها هذا المطرب المصلاوي. حضرتك مو مصلاوي؟ مو مصلاوي بغدادي. احنا بس الموصل موصلنا لا اكيد بس اللهجه تبين هاي المفردات. اديت الاغنيه المصلاويه او باللهجه المصلاويه بشكل متقن. الحقيقة عندي زميلي الفنان مؤلف الأغاني الأستاذ هلال عاصم. نعم. هلال عاصم احنا كنا دائما تقريبا أكثر الفنانين نلتقي عند الأستاذ هلال عاصم لأنه كلتنا كتب لنا أغاني. نعم. اللهجة البغدادية العراقية يعني. بعدين في يوم من الأيام رحت يمه فكان ظاهرا مهيئ فكرة في ذهنه هو. نعم. قال لي لان احنا انا عندي فد فكره يعني اريد اطرحها عليك شوف رايك بيه. قلت له شنو؟ قال والله الاغاني باللهجه الموصليه ما موجوده لا بالاذاعه ولا بالتلفزيون تحت زمان. قلت له والله صح. قال لي عندي فكره انه انا الف لك باللهجه الموصليه وانت تلحن ونخوض هالتجربه هذه ونشوف. حاول ما بيصير. حاول نحاول ما بيصير ونخدم ايضا جانب ضروري أن يكون بهذه اللهجة أيضا لها غناء موجود. والله كان مؤلف هو أغنية قرأ ليها بس صعب علي أن شلون ألقي الكلام بشكل الصحيح لأنه أي خلل يصير باللهجة أصحاب اللهجة يعني يزعلون أكيد ما يرتاحون. فقعد الأستاذ هلال عاصم يلقني حرف حرف اللهجة الموصلية إلى الحقيقة مرور وقت اتقنتها مضبوط وانا كنت حريص ان اتقنها. نعم. حتى تطلع المساله متكامله. لحنتها قال لي معود باسرع وقت لحنها. قلت له راح الحنها باسرع وقت. فعلا خلال ايام جيته سمعت اللحن ارتاح جدا شاف اللحن منسجم مع الكلام بشكل جميل. جهوده ما راحت هذا ما راحت. فهو ضمن هاي المساله بقت اكو بعد مراحل شو راح تمشي الاغنيه شنو النتائج اكيد. بعدين أخذت الأغنية أنا رحت للإذاعة. نعم. الحقيقة سابقا النصوص ما كانت تفحص. احنا كنا نختارها بشكل جيد ونقدمها. فقبل ما انتظر أنت لنص اللجنة وما أدري إيش وطويلة وعريضة براسا قبل الاستوديو في وقت التسجيل جينا نسجل. فحفظت الفرقة الموسيقية. أيضا الفرقة الموسيقية استغربوا من اللهجة هذه واللون ما أدري إيش. شافوا في شيء يعني جديد. بدينا بالتسجيل. عندنا كان زميل يعمل مهندس فني بالاستوديو لكن الوقت ما كان اكو مخرج موسيقي حقيقة. المهندس الفني هو اللي يخرج المادة. بدينا بالتسجيل وصلنا نص الأغنية وفتح علينا الاستوديو وإذا بالأخ اللي هو اسمه داود سلمان الله ينتهي الصحة والعافية. قال يا أبا هاي شنو تقشفروني شنو هاي تسوون صورها مزاح يعني صور لانه احنا دائما نمزح معاه الحقيقه. نعم. فهو صوره هذه ايضا واحده منهن. قلنا له يابا لا كن مطمئن خذ راحتك هي هاي الاغنيه. قال والله معك شلون راح كمل الاغنيه سجلها. نعم. الحقيقه اني ما كنت متوقع ان الاغنيه هذه يعني تنجح. قلت يمكن بالموسيقى يتقبلوها بشكل او باخر. نعم. يمكن الناس الاخرين اللي لهجتهم قريبه للهجه الموسيقيه ايضا يتقبلوها، اما مساله بالعراق بشكل عام صعبه ما تنفع. يعني كل هذه القصه هسه على اغنيه شكان الدلال هي فعلا كانت فالحقيقه انذاعت وهذا ورا فتره بدات الرسائل تجيني من كل مكان من العراق. نعم. انا وهلال عاصم طرنا من الفرح، بعدين هلال عاصم الف ايضا مواضيع اخرى حمام علي. نعم. والليلة ليلتنا أيضا هذا العرس بالموصل شلون يصير وصورناها أيضا للتلفزيون بالأبيض والأسود وعرس وكذا وكانت العروس أمل خضير هذه إذا لقاها الأخ ساهر بمكتب والله يا ريت حلوة مفارقة حلوة يعني. بس هذا ما يمنع أنه إحنا نسمع شوية من إشكان الدلال. إشكان الدلال طيب. Thank you.
نشاطاتك بأغنية المعركة كانت واضحة وكثيرة. نعم. يعني حسب ما افتهمت من جماعة بالمكتبة أنه حتى يعني عدت 60 أنشودة وأغنية للمعركة. نعم. شنو كانت أولى أناشيدك بالمعركة؟ أول أنشودة للمعركة في بداية المعركة. نعم. كانت أنشودة أنا مقالت الجاع وانت وليدي. نعم. تأليف الفنان الأستاذ عبد الجبار الدراجي. نعم. وغنتها فرقة الريف. الريف. نعم. الحقيقة هذه الأنشودة لما أخذتها وطلعت على النص كان النص رائع جدا ومعبر عن الحدث. فعلا. معركة. نعم. فأخذت النص ورحت رأسا للبيت ودخلت في البيت وأنا ملابسي. نعم. سدت علي الغرفة وطلبت من أهلي ولدي أنه اللي يسوون وفروا لك الجو المطلع شوية. نعم. وفعلا اخذت النص قعدت ركبت المطلع. نعم. مطلع الاغنية مهتم انه يركب تفاصيل اللحن على تفاصيل النص هذا اللي يهمني بالبداية وبعدين ورا ما كمل هذا عندي بديت اردد المطلع شوية بهدوء. نعم. رددت الحقيقة المطلع جدا رائع ومؤثر فبديت بالمطلع قبل ما انا اكمل المطلع خنقت. نعم. ونزلت الدموع من عندي كررت عدة مرات بهذا الصيغة الحقيقة الى ان نزلت كمية من الدموع ريحتني دمع يريح اكيد فريحتني بعدين اخذت المقطع الثاني اللي هو الكوبليه الاول وكملته وايضا طلع رائع جدا. نعم. الى ان كملت هي بها الكوبليهات الاخرى كملت تكاملت ثاني يوم من الصبح جيت على طول للمؤسسة وجمعت فرقة مطربي الريف. نعم. وسمعتهم اللحن وأيضا انسجموا به اللحن وحفظوه بخلال يمكن ساعة ساعة وشوية على الاستوديو قبل لأنه سريعة معركة موجودة وإحنا متفاعلين تفاعل جدا كبير وسجلناها وبنفس اليوم سجلناها ظهر انتهت بنفس اليوم تصورت وكانت اثبتت يعني نجاحها احنا سامعيها باصوات الاخوه فرقه المطربين الريف. اي نعم. بس نحب نسمعها بصوتك اذا ممكن. صح. والحقيقه ايضا دعمتها بانشوده اخرى ايضا من تاليف الاستاذ عبد الجبار الدراجي زحف الفوارس. نعم. باللهجه البدويه. نعم. ايضا ما كانت تقل عن قوه ووضع الاغنيه الاولى. نعم. او الانشوده
لي صورة بايزفونة وعرسك عيني. أنا أمك قالت للقاه وانت وليدي. الريسورة بايزفونة وعرسك عيني. قالت مندور الليلة خيال انت وفوقك حيلة. قالت مندور الليلة خيال انت وفوقك حيلة. ما يندق بوجودك بابي يا جرد راسي وجلابي. ما يندق بوجودك بابي يا جرد راسي وجلابي. يا كحلة عيني وضيع عيني وحنة ايدي. زحف الفوارس بيستنى وخيوب لا تعرف الدم. رايات دم كثر اللقى صدى بلا سهل الصعب. زحف الفوارس بيستنى وخيوب لا تعرف الدم. فرساني لاب كثر النقى صدى بلا سهل الصعب. رايتنا بعنوان نجم والوطن حر راس الزلم. رايتنا بعنوان نجم والوطن حر راس الزلم. عالبار دار الدايره وعالدقه واطبول الحر. ذكر الأغنية الريفية. نعم. حضرتك قريب جدا من اللون الريفي. نعم. غنيت ريفي شيء؟ والله أجيد الغناء الريفي ومقام أيضا والشعر عبودية. نعم. إيه. عندك استعداد ولو تعبنا؟ لا. عندك استعداد سمعنا اللون نعم. الريفي نعم. إذا ممكن. نعم. شوية من المقام. نمت يا ساهي العينين
وشلون حالي وشلون سليماني ولا فرق ابو وعسى ما فارقونا شلون القلب يسلم الموسيقيين المحترفين يسموه هارموني. نعم. هذا ممكن نعرف إيش قد أفاد الأغنية العراقية؟ ست أمل، التوزيع الهارموني. نعم. هذا. العفو، ممكن نعرف هو شنو؟ الهارموني أفادت. هو الحقيقة هذا مسألة موسيقية علمية. نعم. هذا اللحن يجي لحن أساسي. اللحن يعني يتركب بتركيبة معينة. نعم. ويكون هو أساس. نعم. الهارموني هو إضافة أطر أخرى. نعم. تتناسب وتتوافق مع اللحن الأساسي بحيث تنسجم معه في الروحية وفي الـ 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 الأبعاد العلمية الموسيقية، ويطلع منسجم من بداية اللحن إلى نهايته، وتكون من عدة أصوات، يعني الصوت الأول. نعم. وتنضاف له صوتين أو ثلاثة أو أربعة أو إلى آخره، نوضع أصوات منسجمة مع هذا اللحن الأساسي. نعم. هذا يعني تعريف للهارموني. فالهارموني بالنسبة لأغانينا هو مو ضروري. نعم. وإنما يجب أن نأخذ نماذج وعينات من أعمالنا الموسيقية ونضع لها الهارموني حتى تكون عندنا حصيلة علمية. نعم. حصيلة علمية عالمية للحن. اللحن الموجود عندنا للأسف ما ترجع، احنا نسجل بشكل الاعتيادي والويلودي نسميه، ونضيف للهارموني ونسجله ويبقى حصيلة عندنا، يعني من منطلق مواكبة الجديد والعلم أيضا والمناظرة أحيانا، يعني حينما تبحث الموسيقى العراقية في المؤتمرات فممكن أن نمتحن هذا النموذج الأصلي للغناء العراقي وتوزع بهذه الصيغة، ويكون الموزع للهارموني يعني متمكن من التوزيع وينطي اللحن الأساسي روحيته وتركيبه وأسلوبه بدقة. نعم. إذا أخذنا من هالناحية، العفو، من هالناحية هذا يجب أن يؤخذ. أما أنه خليه على كل أغنية من أغانينا، لا،
ما 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 يفيدها وما يكون ناجح، لأنه في الحقيقة مستمعنا يعني العراقي والعربي أيضا نتعود أن يسمع هذا الميلودي باستمرار في كل أغانينا وفي كل تراكيبنا، مو بالضرورة يكون هارموني. هو مثال على الأغنية اللي أضيف لها الهارموني، هي أغنية عبد الحليم حافظ أهواك كانت، وسمعناها وكانت حلوة يعني بالشكل الجديد. كانت حلوة لأن الموزع كان موفق في تركيبة الهارمونية على اللحن الأساسي، كانت مسجلة مع الروحية ومع التركيبة. إذا أخذنا مثل لأغنية عراقية ممكن توزع بهذا الشكل؟ نعم سمعنا، ممكن سمعت أغنية ممكن توزيعها هارموني. ممارسة 30 سنة من العمل الموسيقي الغنائي الفني، وإلها إضافاتها أكيد، إلها قيمتها وإلها أهميتها. إذا حاولنا نختصرها على شكل نصيحة بسطرين ثلاثة للشباب، نصيحتي للشباب اللي ناوي أن يعمل بمجال الموسيقى وحتى من العاملين من الشباب، أن يبتعدون عن الغرور والاعتداد، ويحترمون ما قبلهم من الناس العاملين، ويستفيدون من تجاربهم، ويبحث دائما الفنان دائما يبحث عن الحصيلة العلمية، وخاصة في مجال عمل الموسيقى. الفنان اللي يمارس الموسيقى ويكون ناقص شيء من العلم الموسيقي الحقيقة يحس بنقص ويحس بمرارة. فأنا أنصح الشباب بأنهم يتسلحون بالعلم الموسيقي بأي شكل من الأشكال قبل ممارستهم عملهم، وهم يعني ما متسلحين بهذا العلم، لأنه إذا مارسوا العمل بعد يصعب عليهم أن يقدرون يدرسون أو يتعلمون، وخاصة إذا غنى بإذاعة أو طلع بالتلفزيون انتهت المسألة. وهذه التجارب ملموسة الآن، وما أريد أذكر أسماء، إلى الآن بقوا أميين موسيقيين، وهذا ما أريده لشبابنا. نشكرك أستاذ محمد عبد المحسن، وإن شاء الله نشوفك بكل خير. ألف شكر ستعمل. الله يخليك. مشاهدينا الكرام، شكرا لكم، وإلى لقاءات أخرى بإذن الله.